اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره اخرى. نتمنى تكونوا بالف خير. اليوم جيتكم في حلقه جديده من وصفات سناء كيناني باش نقدم لكم رغيفات ديال الرز اللي كثير من المتتبعات والمستمعات اللي سمعوا الوصفه في الراديو طلبوها مني. هادو هما الرغيفات، راهم كيجيو ساهلين وكيجيو رائعين وكيصلحوا هكا الكوتي الفطور، المهم كيجي هماويين وكيجيو بنان، هذا هو الاهم. بقاو معايا باش تشوفوا الفيديو كامل وجميع التفاصيل. وضروري من هاد الرغيفات فاش كنبغيو نقدموهم كنديروا لهم شويه العسل من الفوق وشويه الزنجلان، ضروريين كيعطيونا منظر ومذاق زوين. ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك وابوني وشي تعليق زوين من عندكم باش نديروا المزيد من الوصفات السهله والسريعه، والاهم من ذلك انها كتكون بنينه وراقيه. بقاو مع المقادير. غادي نحتاجوا هنايا 1 كيلو ديال الطحين فورس، نص رابعه ديال سبيسيال، عندي هنا خمارة موازن 7 غرام، معلقة صغيرة ديال السكر، وعندي الملح اللي هو ضروري. تقدروا تعجنوها في قصرية، أنا بالنسبة لي غنعجنوها في الروبو، وانتم عجنوها في قصرية إلا ما عندكمش العجانة عجنوها في قصرية. صافي غادي ندير الطحين ديالي، غادي ندير المقادير ديالي كاملة، سبيسيال، الخمارة موازن 7 غرام، والمليحة، السكر كيبقى اختياري، تقدروا ديروه تقدروا ديروه في بلاصتو العسل اللي عجبكم، يعني تقدروا تستغناو عليه. صافي غادي ندير الخماره ديال الموازن 7 غرام، وغادي ندير العجينه ديالي كتعجن. العجينه كنحتاجو ليها غير الماء بارد، يعني ما كنحتاجوش الماء لا دافي لا والو، من الروبيني كنعجنو به بحال الرغيفات العاديين. غير هو الا عجنتوه بالروبو غتعجنوه لمده 10 ديال الدقائق، ولا عجنتوه بيديكم خصو يتعجن تيتدلك مزيان حتى يولي فيه البواقات. صافي انا خليت العجينه ديالي كتعجن وجيت هنايا باش نسلق الرز. الرز كناخذ ديال المهرس، هذاك الرز الابيض، واحد 3 دراهم ديال الرز راه كافي لهذا القياس اللي عندي انايا. صافي انا درت الماء يغلي فيه الملحه، كنزيد عليه الرز وكنخليه كيتسلق حتى تيشرب لنا داك الماء كامل هذا الرز في الطنجره. صافي شوفوا فاش شرب لنا الماء كيولى الشكل ديالو. دابا غادي نشللو بالماء بارد وغادي نخليه يستقطر باش نفوروه. بالنسبه للعجينه ديالي هي تعجنات، شوفوا كي كتعجن مزيان، كتجي مدلوكه. كندير فوق منها الزيت وكنجمعها وكنخليها عاد كترتاح، ضروري من هذه المرحله هذه باش كتجينا العجينه سهله وكتطلق لنا بالزربه، يعني كتطلقنا كتجينا سهله في التطليق، وحتى في التكوار كتجينا سهله ما كتعذبناش. بعد ما خليت العجينه كترتاح كنبدا دابا نكورها كويرات صغار كما كتشوفوا، موازن ديك 30 غرام 40 غرام الكره، حيت خص دوك الرغيفات يكونوا صغيوتين باش كيجيو زوينين. كنديروا زيت في الزلافه كما كتشوفوا وكنبدا نكورها كبيديه، عيني ميزاني، انا شاده القياس واللي ما شادش القياس يعبر بالميزان الصغير. صافي غنبقى بحال هكا نكمل هذوك الكرات، هذيك العجينه كامله اللي عندي نديرها نشكلها كويرات، وغادي نغطيهم باش يرتاحوا واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه باش كتجينا سهله في الطليق وما كتعذبناش. كندير لها البلاستيك الغذائي وكنخليها على جنب. كندوز الرز ديالي بعد ما فورته، ها هو دابا وجد وبرد ليا، ضروري يكون بارد، ما خصكمش ديروا الرز سخون. غادي ندير فيه هاد الزبده، غنخلطها معاه نص كاس ديال الزهر. الا بغيتو ديروا زعفران شعره راه كتفزقوه في داك الزهر وكديروه، حتى هو الزعفران شعره كيعطي واحد المذاق زوين. انا درت لكم بلا زعفران شعره عاديين باش تقدروا ديروهم. هنايا نص معلقه ديال القرفه، نص كاس صغير ديال السكر، السكر كيبقى اختياري كديروا على حسب القياس الحلاوه اللي بغيتو، ولكن الرز ضروري ما يجي شويه حلو، والملحه خلاص راه كنديروها في الاول ضروري منها. صافي وكنخلط مزيان، شوفوا كي كيجي الرز الشكل ديالو كيفاش كيجي، هكا خصو يكون ضروري، وضروري من هذا الرز هكا. يا اما الا ما عندكمش هذا المهرس ديروه غير البيض اللي كيكون البيض العادي. غادي نبدا نطلق دابا الرغيفات ديالي نشكلهم. هاي بعد ما ارتاحت العجينه كتجينا دابا ساهله ملي كتكون طرخات، وكنطلقهم. كنطلق العجينه ديالي هكا صافي، وكندير شويه ديال الرز في الوسط، باش هديك معلقه صغيره عامره هكاك، وكندير الزبيده ديالي والزيت. الزيت الا كان من المستحسن دير واحد نص خماره، واحد كاسه غرام ديال الخماره ديال عجينه الحلويات كديرها في الزيت، كتجي زوينه كتعاون باش دوك الرغيفات كيجيو مفروقين وكيجيو هشاش. اختياريه، تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش، انا المهم كنعطيكم جميع النصائح اللي تقدروا تستعملوهم. هنايا كنكمل الرغيفات ديالي كما وريتكم، والشكل ديال الطي ديال الرغيفه هذا راه ماشي بحال الشكل الرغيفه العاديه كما كنطويوها. كنديروا كما شتو الرز في الوسط، وكنشدوا الجانب الاول كنزيدوا عليه، كنديروا عليه الجانب الثاني، كنديروا بيناتهم الزبده، كنطوي الجهه الاولى
وعاد كنقلبوا العجينه كما كتشوفوا وكنديروا الجهه الثانيه من الفوق. حنا كنطلقوا حنا كنديروا الزيت هكا وكنجمعوها من الجناب باش منين كتكون عندنا طبقه غليظه من جوج جهات، يعني الروز راه ما كيتشتت ما كيخرج لنا في مقله ما حتى شي حاجه، كيجيو رائعين وما كيمحنوا لكم ما حتى شي حاجه. شوف الا بانوا لكم من الجناب هذا كتزبطوا داك الجنيبات كتقدوهم ضروري، وكتجي من الفوق بحال شكل مثلث بحال كنقولوا البريه شكل البريه كتجي صافي. غادي نطلقوا داك العجينه ديالي كامله اللي بقات ليا بنفس الطريقه، راها طريقه سهله يعني ما كتعدوش، وهو دغيا دغيا كتساليهم، راه واخا كديروهم صغيورين حتى هما شي واحد الوقت راه دغيا دغيا كيتسالاو وكيجيو زوينين وكيجيو مغاير مختلفين على الرغيفات العاديين اللي مولفين كنديرو ديما. يعني كنبغيو ساعه ساعه هكا بحال كنبدلو كنديرو، حنا هادو عندنا ضروري يعني كنديروهم من زمان، داكشي باش قالوا لي المتتبعات ديريه لنا راه ما عمرنا ما درناهم. صافي غادي نكمل بهذا الشكل. بعد ما كملت العجينه ديالي كامله انا كندير يدي في الزيت وكنبدا نطلق هاد الرغيفات. ما تيطلقوش بزاف ما تيتقرصوش بزاف، كيبقاو شويه غلاودين كيجيو زوينين وكيبقاو صغيورين. هانتوما كما كتشوفوا كنبقى نطلق ونحط نطلق ونحط، وعاد بما ما كتسخن المقله ديالي انا درتها كتسخن كنبدا نطيب. كنقرصهم غير بشويه ما كنزربش عليهم باش كيبقاو لنا غلاضين وكيجيو زوينين ساهلين. نوضو دابا تعجنوهم راهم كيجيو رائعين وسهلين وحاجه مغايره مبدل على الهاد. انا راه شحال هادي شحال واحد كيقول لي كيفاش رغيفه الدروز كيفاش رغيفه الدروز، ولكن اللي كيجي كيدقهم عندي ضروري ما كيقول لي يعطيني كيفاش نصايبهم وكيمشيو صايبهم كيقول لك والله الا وليداتنا عجبوهم. صافي دابا غادي نبدا نطيب الرغيفات. ها هما بقى وحده المقله، ملي تبداو طيبوا بقى وحده المقله ما خصهمش يتحمروا بزاف ما خصهمش يجيو محمرين بزاف تحمروهم. صافي غنبقى بحال الشكل هذا كنطيب الرغيفات ديالي. انا راه ملي كنحطهم كندير لهم ضروري الزيت في المقله وعاد باش كنقلبهم كندير لهم على الزيت على الجهه هذيك اللي مازال ما طايباش وكنبقى نقلب هكا. راه كيجيو منفوخين كيتنفخوا لينا وكيجيو مفشفشين وكيجيو مورقين شي راه كيتنفخوا انتما كتشوفوهم كيتنفخوا عاد كيهبطوا. الرغيفات ديالي ها هما وجدوا. كنتمنى ان الفيديو اليوم يكون عجبكم، والى الحلقه الجايه ان شاء الله في وصفه جديده من وصفاتي. ومرحبا بكم في قناتي، وما تنساوش لايك وابوني وشي تعليق زوين باش ندير المزيد من الوصفات السهله والسريعه. ومرحبا بكم.